معكم سعيدة التحيم، صندوق خدمة أونكولوجي الحياة مكناس. هي ماشي يعني تنقولوا اجتماعية، فهمتيني؟ حيت حنايا فواحد المركز يعني اجتماعي، يعني جبنا جميع النوعيات ديال الناس اللي تيدوزو علينا تنسمى اجتماعي، وباش نعرفوا حتى حنا في السونتر ديالنا وشنو هو هذا السونتر دونكولوجيا الحياة. الحمد لله سونتر الحياة معروف غني عن التعريف، الحمد لله بالاسم ديال دكتور بحجي، حيت معروف مكناس حتى في بلاد كامل، هو مركز الناس تيتعالجوا فيه داء السرطان، وعندنا سيرفيس ديال لا راديولوجي ميم طون، حتى هو يعني الناس اللي تيتعالجوا من امراض اخرى ولا يديروا لي سكانير من امراض اخرى باش يتعرفوا على نوعيات المرض ديالهم. سونتر الحياه الناس تيداوو فيه على داء السرطان كما عبرت عليه، بلا شيميوثيرابي، بالعلاج الكيميائي وبالعلاج الاشعاعي، حتى هو بلا راديوثيرابي. الحمد لله عندنا لو سونتر فيه لي جينيراسيون ديال لي زاباراي ديال 3 دي نوميريزي في جميع لي سيرفيس، يعني من 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 سيرفيس ديال الشيميو، من سيرفيس ديال لا راديوثيرابي، من سيرفيس ديال لا راديولوجي اللي فيه احدث واكبر سكانير في مكناس، ستيريوتاكتيل 3D، يعني اخر جينيراسيون. الحمد لله كاين اقبال، فهمتيني؟ حيت معروفين الحمد لله في مكناس كاينين صيادله كاملين تيعرفونا، الحمد لله كاين اقبال، تيعرفوا يعني شنو هو هاد الانكولوجيا. كاين اللي ما تيعرفش شنو هو الانكولوجي، عاد تشرح له شنو هي الانكولوجي تيعرفوها شنو هي، والحمد لله كاين اقبال، الناس تيبداو يستفسروا شنو هي هاد الانكولوجي، شنو هو هاد المرض، شنو هو، واخا معروف مرض السرطان ولكن الاعلام ما عطيونوش واحد الشهره كبيره. انني تنمن لهم رساله من هذا المنبر انهم ضروري الكشف المبكر، الانسان الكشف المبكر يقدر انه الانسان يتعالج بكري، يداوى بكري، يعني ما يخليش راسو يفوت فيه الحال كما تنقول. نقول لكم تنشكركم تنتم من هذا المنبر اللي عطيتونا واحد الثقه اننا نهضروا على ونعرفوا بسونتر الحياه اللي في مكناس. تنقول لكم مرحبا بكم عندنا، البيبان ديالنا مفتوحه، الاطر اللي خدامين تما كاملين تيمدوا لكم يد المساعده بالقليل ولا بالكثير، نعاونوكم ومرحبا بكم عندنا في سونتر دونكولوجي الحياه. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.